الهند والسن من قبل الأزمان حكايات العالم نحكيها برمضان معكن أبو فاكر حكوات الزمان السلام عليكم أخواتي الغوالي يسعد لي أوقاتكن إلهي وصلنا الحلقة الماضية للحظة يلي طلب فيها الملك دبشليم من الحكيم بيدبا انه يكتب كتاب يلخص فيه الحكمة والمعرفة يلي وصلوا له بالهند ويكون فيه بالكتاب نصائح وحكم تفيد كل الملوك يلي حيجوا على القصر حتى ينقال انه هذا الكتاب انكتب بعهد الملك دبشليم وهيك بيكون حقق الحلم المؤرق للحكام ويلي سبق وحكينا عنه حلم الخلود. بزمتكن في أحلى من أنه الإنسان يتخلد بالكتب والعلم؟ آخ يا ريت اللي ببالي يسمع. المهم أخونا بيدبا ما كذب خبر طلب مهلة مشان يعتكف فيها ويمخمخ ويتكتك ويجمع ويطرح ويحسب وكان معه بعض التلاميذ المقربين عم يساعدوا ويسهروا على طلباته لما لقى الفكرة فات وسكر على حاله الباب بصومعته وما خلى يرافقه غير طالب واحد بيثق فيه مكثوا فيها عاما كاملا سنة كاملة وهو عم يشتغل ويفكر ويحكي وتلميذه يكتب ورا وطلع معه كتاب كليلة ودمنة يلي وصل الأفكار تبعيته فيها من خلال القصص قصص كتبها على لسان الحيوانات حتى يوصل العبرة والنصح للملك ولغيره من الملوك والحكام إذا حبوا يتعلموا ويستفيدوا طبعا. الملفت للنظر بأسلوب كتاب بيدبا أنه هو عمل الكتاب على 3 مستويات الأول للعامة والخاصة مثل ما هو بسميهم مشان يتسلوا ويسمعوا قصص حيوانات ويضحكوا الثاني كان للملوك والحكام ومستشاريهم وفيه العبرة الموجودة بقلب الحكاية اللي لازم هن يستخلصوها والثالث للحكماء وطالبين المعرفة وهذا ما فيكن توصلوا له إلا بقراءة الكتاب لأنه صعب يقدر أي حدا ينقل لكم إياها لازم تستخلصوها بنفسكن فبنصحكن تجيبوا هالكتاب وتسلوا صيامكن فيه تسلميلي بنت عمي بس معلش وطي صوتك شوي هلأ عم سجل بتنقلي لي إعجابك بعدين مو عنك عم بحكي تقبرني عم أحكي عن الممثل اللي على التلفزيون هلأ هيك ماشي وطيلي لكان صوت التلفزيون بدي أعرف سجل الحلقة بن عمي والله انكتم نفسي يعني ما عم أعرف أتحرك ولا أتفرج على هالتلفزيون يا عم تسجل حلقة يا أما عم تكتب يا أما عم تقرأ كتاب لتخلصه حيخلص هالرمضان وما عرفت احضر لي حلقة كاملة من ولا مسلسل ولسه بدك تحكي كل الحكايات تبع الكتاب من هون لا حبيبتي مو كلها حاختار شوية قصص بالاضافة لقصة كليلة ودمنة طبعا واحكيها للمستمعين الاكارم تعرف شو؟ والله السنة الماضية كانت حلقاتك احلى وقت كنت عملها بقلب القهوة ايه والله معك حق بس معلومك ابو عمر سكر القهوة وسافر على السويد وانا ما بحب احكي حكايات غير عنده بالقهوة كمان سوريالي عاملين السنة مسلسل فتت وما لعبت ومسجل بالقهوة فقلنا يعني ما في داعي نعجقها قهاوي على الإذاعة مشان هيك قلت بغير شكل السنة وبعمل حلقات من الاستوديو وحلقات من البيت حسب الظروف يعني وهيك ما بغيب عن نظرك تقبريني إلهي ما بنحرم منك بس كمان حلو تطلع وتغير شكل ترتاح شوي من البيت أو بتريح هلأ هيك الله يسامحك مشانك ابن عمي مشانك مشان تغير جو وتوصل العبرة للعالم لايف يعني لايف وفي قهوة فاتحة جديد بالحارة مبارح أنا حكيت مع مرت صاحبها الجماعة كتير زراف وقلت لهم إنه اليوم أبو فاكر رح يحكي الحكاية عندكن يلا تقبرني ومروح على القهوة بسرعة بيكونوا ناطرينك الشباب ما جاي عبالي انزل على القهوة يلا يلا ما بعرف حدا فيها يلا أبو فاكر خلص ما بدي روح جاتي مع السلون واحد الحساب للطاولة هون أبرامي قال الراوي يا سادة يا كرام ومن بعد التحية والسلام اليوم حكايتنا شوي غريبة وبشخصياتها وأطباعها عجيبة ظاهرة خفيف وطريف
بس بيحمل معاني رهيبة. ناس عرفت وتعلمت وعملت ففازت، وناس تعلمت بس ضلت قاعدة وحارت، وناس لا هنن من هدول ولا من هدول. تجار ولصوص وناس معترة حملت همها لحد المقبرة، وضلت سيارة مخباية بهالكتاب المجلد الكبير، عسى ولعل حدا يقراها وينتفع منه بالأخير. مو هم إذا كان معلم أو صانع أو أجير، لأنه مثل ما بتعرفوا يا أخوان، العلم والحكمة والفكرة الحسنة انسطروا ليستفاد منها كل الأنام. الرجال يا سادة يا كرام ثلاثة أنواع: حازم وأحزم منه وعاجز اللهم عافينا. لما بتقع الفاس بالراس بتلاقي الحازم متهيئ، ما بيخاف وبيتبلجم وبالتالي بروح فيها، لا، بيشغل مخه بحوتك ليلاقي حل ينفد من الكارثة اللي ممكن حدا غيره يحس انها محتمة. أما الأحزم منه والأشجع هو يلي بيتوقع منين جاي الفاس قبل ما يقع، وبيحسب له حساب وبيدبر له الحيل، وبيقدر فعلا انه يمنع الفاس من الوصول للراس. اما العاجز يا اخواتي الابضايات، فهو يلي عرف انه الفاس جاي وصفن، ثم شاف الفاس بعينه فزادت الصفن والحيرة والتردد والتمني، وطب وقعت الفاس بالراس. هذا الكلام بيخليني اتذكر حكاية السمكات الثلاثة، رح احكي لكم اياها. بغدير صغير، يعني جدول او ساقية او شو ما بدكن تسموه، غدير متفرع من النهر، كانوا عايشين ثلاث سمكات بامان الله. بيوم من الايام بمر صياد من جنب النهر، بيقوم بيشوف هالغدير وبيلمح السمك فيه، بيعجبه المنظر وبيقول لحاله رح اجيب شبك الصيد وارجع لقوت كل هالسمك. بتقول الحكاية انه السمكات الثلاثة سمعوا الحديث وتشاوروا بين بعضهم. شو يا رفقاتي؟ كيف بدنا نمرق هالقصة على خير؟ أنا ما بظن يرجع الصياد، ويمكن ما يعرف يرجع أصلاً. وإذا رجع معه عدة الصيد والقتل؟ وساعتها لكل حادث حديث. يعني ومن الآخر، عطيني عمر. أنا ما بدي نام بين القبور، ولا بدي شوف منامات وحشة، بخاطركم. هو؟ 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 يعني هون عم بسبح. شكراً كتير على الشرح، عفكرة ما كنا عرفتنا لو ما كنت قايلتينا. يلا لنسمع شو صار مع باقي السمكات. هو 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 وهلكت السمكة وهي تسبح هون وهون وبعكس التيار لحتى وصلت للمكان يلي متفرع منه الغدير، وقدرت تفوت على النهر ونفدت طبعا، لأنه الصياد رجع فعلا وحط العدة ليلم السمك. هون سمكتنا التانية تبعيت لكل حادث حديث اتأكدت انه القصة جد، حاولت تلحق بالسمكة الاولى وتهرب، بس طلع الصياد محترف سادد المعبر بين الغدير والنهر، يعني ما في منفذ. العم على هالصواب، شو بدي اعمل؟ صفنت السمكة لحظة وطب طلع براس الحل. ما تواخذونا شباب، هذا موبايلي رابطه مشان ما اتأخر بالرجعة على البيت. لحظة، شو هذا يا ابني؟ عرقسوس؟ ايه يا رقسوس، شغل ايدي المعلم والله، شي ناهي على كيف كيوفك. صب لك كاسة؟ ايه والله، صار لي زمان ما شربت. تأمر. حاكم اخوكم معه الضغط ومانعتني مرتي، قصدي مانعني الدكتور مانعني اشرب عرقسوس، بس يعني كاسة وحدة ما بتأثر. صب لك عمي صب، بلاقيكم بكرة يا شباب إن شاء المولى، بخاطركم استودعناكم. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. عم تسمعوا راديو سوريالي؟ على فكرة هذا مو راديو.